يعيش القط نيلسون حياة جميلة ومذللة في منزله بالقرب من لندن. يأكل، يشرب، ويستمتع بوقته مع صديقته الغالية سمية. لكن ذات يوم تفاجأ برسالة وصلت من على بعد آلاف الكيلومترات. مرحبا نيلسون، أنا هيلين، كما يدعوني هذا الشاب الشقي المدعو أصيل، أما اسمي الحقيقي خوزران. هو يدعوني بالاسم الأجنبي هيلين، محاولة منه لرفع معنوياتي. لطالما عرض علي المبيت في منزلهم المتواضع واعتباري فردا من أسرته، لكنني كنت دائما أقابله بالرفض، مفضلة العيش برفقة القطط البائسة في شوارع هذه المدينة، تائهين بين أزقتها، متجولين حول أكوام القمامة التي تراكمت وغطت البراميل. نبحث في تلك الأكوام عن لقمة العيش، وأحيانا لا نجدها، فالمدينة تعيش حالة حرب والقذائف تنهال علينا، إضافة إلى الحصار القاسي. أصبح الكثير من المواطنين يأكلون معنا من أكوام القمامة، فهم لم يعودوا قادرين على توفير لقمة العيش لأنفسهم بسبب الفاسدين وتجار الحروب. وخلال الفترة الأخيرة ساءت الأوضاع جدا. آه يا نيلسون، الجميع هنا يقتلون بعضهم البعض، لم يعد فقط الحوثيون من يقصفوننا، وإنما الحكومة الشرعية أيضا. لا تقلق، فحالنا أفضل منهم. يا عزيزي نيلسون، حدثني أصيل عنك، وجعلني أشاهد صورك في الإنستغرام على حسابي صحفية يمنية بريطانية اسمها سمية. ظننتك مغرورا في بداية الأمر، وأنا أتمعن بالنظر إلى صورتك وأنت ترتدي قميصا يلق برتقالي اللون وأنيق الشكل. ثم ناداني أصيل وأخبرني أنك عانيت كثيرا ولست مغرورا، وأنك كنت أيضا مشردا قبل أن تصبح فردا من أسرة سمية. أنت لطيف ومحبوب جدا، رقيق المشاعر ومرهف الإحساس، لذلك عانيت كثيرا. يظن الأغلبية أننا قطط بلا مشاعر وناكرون للجميل. أعرف الشعور جيدا عندما يعيدك أحدهم من تيهك البدائي وضياعك في الأزقة والشوارع، ويجعلك تشعر أنك قط حقا ومهم لدى أحدهم، ولك مكان ما في هذا العالم. تعد تعز ثالث أكبر المدن اليمنية. تعيش المدينة حصاراً طابقاً منذ 4 سنوات، وشهدت أسوأ المعارك خلال الحرب في اليمن. كما تعد محافظة تعز من أكثر المناطق التي سجلت ضحايا من الأطفال خلال الحرب. وأنا لفراشي إلي تصبح على خير.